بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان يفترض بأن يكون الوضع أكثر سلاسة فيما يخص تسليم المرتبات لموظفي الدولة. نحن اتهمنا هؤلاء بالنصب والاحتيال وسرقة البنك المركزي وسرقة كذا وسرقة كذا على هؤلاء الحوثيين، ولكن للأسف الشديد إن إحنا وجدنا الظلم أكبر بما يلحق بهؤلاء المتقاعدين الذين خرجوا في 2007 وكأنهم اليوم أن يجازوهم. لكن الأمر ازداد سوءا كما يرى البعض، فالمتقاعدون ما يزالون في قائمة الانتظار، بل يسقط بعضهم قتيلا قبل أن يحصل على راتبه الغائب منذ عام. زواجنا متقاعدين وماتوا في 94 ولم نستلم رواتب من شهر 10، وكل يوم في البريد، الان بانجينج بكره بانجينج. مش مشكلتي هم يتضاربوا على السلطه، نحن ندفع الثمن. الرجاله من الخميس مات عند البريد، انا مريضه في بضغط من كل يوم بكره، كل يوم بكره، كل يوم بكره، من شهر 10 نحن بلا راتب. عبد الله القباطي فارق الحياه بعد ان وقف في الطابور طويلا، وبعد ان تردد على مكتب بريد مديريه خور مكسر، وبينما كانت اسرته تنتظر عودته ومعه راتبه، لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، حيث جاءت اسرته واستلمته جثه هامده من مستشفى الجمهوريه بعدن. فوصل لنا الجثه الساعه 3:30 من بريد خور مكسر، كان مطبل على الراتب، فوصل جثه هامده. ربما لن يكون الحاج عبد الله القباطي الذي فارق الحياة وهو في 60 من عمره آخر المتوفين في رحلة البحث عن المرتبات. لا نجد القوت المصروف اليومي لأولادنا، أصبحنا نفترش الأرض ونلتحف السماء ونعاني يعني الظلم. نحن في ذمتهم، نحن لمن ما نشتكي؟ نشتكي إلا عليهم على الله، ثم الله ثمهم، يخلونا لمن؟ نحن ما فيش معنا لا أي دخل، ما عملنا إلا هو هذا راتب. متناجوا عندنا أطفال. المئات وربما الآلاف من النساء والرجال بمختلف فئاتهم العمرية يترددون يوميا للوقوف أمام مكتب البريد، قادمين من جميع المحافظات إلى وسط مدينة عدن، ومن وسط الزحام يناشدون الجهات المختصة بالنظر إلى معاناتهم، فأوضاعهم أصبحت فوق الاحتمال، إذ لا بد من صرف معاشاتهم المتوقفة عنهم منذ أشهر. لم تكن هذه وقفات احتجاجية مرتب لها، وإنما وقفات أصبحت شبه اعتيادية أمام مكتب البريد للمطالبة بصرف مستحقاتهم، والتي راح ضحيتها المتقاعد عبد الله القباطي، وعلى ما يبدو بأنه لن يصبح الأخير أمام هذه التجمعات الخانقة المليئة بالظلم. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.